السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم راح نتكلموا على المهزله اللي صرات اليوم، المهزله التحكيميه في زامبيا اللي قادها الحكم من جزر القمر، اللي صراحه تبقى وصمه عار في جبين الكونفدراليه الافريقيه. لكن انا بالنسبه لي كل شيء مضبوط وكل شيء مهيئ وكل شيء على المقاس. انت بطل افريقيا باش يعيلوا لك حكم من جزر القمر مع زامبيا، امور واضحه وضوح الشمس، يعني ما طلبش تفسير اخر. اول مره راح ندير ونتكلموا، يعني بدون ما نتكلموا الجانب التقني، وما راحنش نطرق للجانب التقني لاول مره. يعني دائما لما نتكلموا ونحلوا المقابلات المنتخب الوطني نتكلموا على الجانب التقني، نقاط قوه نقاط ظرف ضعف، طريقه اللعب، البلان دو جو تاع المنتخب الوطني، طريقه لعب المنافس، الخطط، بعض الخطط التكتيكيه للمنافس. المره هذه راح مانيش عن نتكلم الجانب التقني لاول مره. لكن الشيء المهم في القضيه تاع اليوم ان عرفنا قيمه الجزائر واش تسوى في الافريق، عرفنا قيمتنا واش تسوى. ما نسوى والو، هذا واش نسوى؟ زيرو. نسواو الزيرو. بين قوسين نفتحوا قوس فقط، المنتخب في غياب النجوم تاعو ادى مقابله ممتازه بالنسبه لي، خاصه 25 دقيقه لعب بطريقه رائعه. النقطه الوحيده اللي ضاع نوعا ما نقطه ضعف هي بن عياده، ما نقدرش نلومه، ممكن لاول مره يلعب المنتخب الوطني، لكن ممكن نلومه عبد اللوي اللي دائما يلعب في المنتخب الوطني وساعه عديد من المقابلات يستنجد به المنتخب المدرب المنتخب الوطني، ولو حتى كمقابلات وديه او مقابلات شكليه. لكن اللاعب هذا بين الضعف نتاعو، وحقيقه ما عندوش مستوى نتاع منتخب وطني في المستوى العالي تاع المنتخب الوطني، وما عندوش ايضا المستوى تاع اللي يقدر اجابه في افريقيا. صراحه لاعب محدود فنيا، لله غالب، يعني الظروف تحتمت انه المدرب يستنجد بعبد اللوي. اصابه فارس، غلام، بن سبعين المعاقب، يعني ظروف صعبه نوعا ما. لكن بخلاف هذا راح نتكلم، وقلنا الامور اخرى خارجه عن النطاق الفني. زامبيا دوله ضعيفه، زامبيا عندهاش نفوذ في افريقيا، اصبحت تفرض رايها علينا. زامبيا تفرض رايها علينا، تفرض كلمتها على الكاف، علينا احنا. لماذا؟ لان ما عندنا والو، ما عندناش ممثلين في الكاف. هل يعقل يا ناس انه انتخاب اللجنه التنفيذيه تاع الكاف في دوله بحجم قاره اسمها الجزائر يبعثوا رئيس رابطه من الروابط هذه تاع الجهويه، يبعثوا رئيس رابطه وعضو في المكتب الفيدرالي عمار بهلول باش يدي مقعد في اللجنه التنفيذيه تاع الكاف. شتو وصلنا؟ بينما كل الاتحاديات الافريقيه رئيس الاتحاديه المحليه هو اللي يترشح، بينما في الجزائر رئيس رابطه. شتو وصلنا؟ هذا من الناس اللي ماهوش اكفاء، وما كان لها نبقى نتكلم عليهم، لانهم انا بالنسبه لي انتهوا، حتى ولو عندهم علاقات تخليهم في الكرسي، لكن انتهوا بالنسبه لي، انتهوا، فشلوا فشل ذريع. الهضره هذه راح نتكلمها الان، قلتها عندها اكثر من عام ونص، وحذرت، قلت حذاري يا ناس، راهو جاي واحد الوقت رايحين نكونوا ضحيه النفوذ نتاعنا، وضحيه السكوت نتاعنا، وضحيه الفشل نتاعنا. كيقول فشل المكتب الفيدرالي، وراح ندفعوا الثمن غالي. تصفيات كاس العالم، الحلم كل جزائري نتاهلوا كاس العالم، وراح ندفعوا الثمن غالي، وراهي جايه. الحذر ثم الحذر، تصفيات كاس العالم، ما عدناش اتحاديه، ما عدناش ناس اكفاء، ما عدناش اللي يضرب علينا في الكاف، نظرة بالدرجة باش الناس تفهمني. علاش؟ لأن ماذا الناس يتباهون اليوم بالماضي، يتدرب مع زاتشي، ولا عفوا نعكسوها، زاتشي يتدرب مع بالماضي. حاجة كبيرة، إنجاز عظيم، طلعنا للقمر، هذا هو الإنجاز نتاعكم.
تصوروا في زاتشي مع بالماضي تدرب معه، هذا هو الإنجاز. بينما حكم جزر القمر يعطينا في الصفعات، زومبي تعطينا في الصفعات وفي الكفوف، زوج ضربات جزاء خيالية خيالية لا تصفر في دورة ما بين الأحياء، في دورة ما بين الأحياء. لكن سبب ماذا؟ ليس في زامبيا، أنا ما نلومش زامبيا، كل واحد يضرب على ذراعه، كل واحد يضرب على مصالحه. أنا لا ألوم زامبيا ولا ألوم جزر القمر، اللوم فينا إحنا، اللوم فينا إحنا اللي بدل ما نضرب ونجريو في الكواليس في الكاف ونجيبوا حكم عادل ونزيه، ما نقولوش إحنا حكم اللي يجي في صفنا، ما نحتاجوش التحكيم، عندنا اللاعبين تاوعنا، عندنا منتخب قوي بدل منتخب، عندنا منتخب واثنين وثلاثة، ما نحتاجوش مساعدة الناس، لكن نريد حكم نزيه باش اللعبة تكون نظيفة. بدل ما نجيبوا حكم نزيه نروحوا نصوروا زاتشي مع بالماضي ونكتبوا نقولوا زاتشي يتدرب مع بالماضي، حاجة كبيرة، إنجاز عظيم، طلعنا للقمر، يا وطلعنا للقمر. هذا كل باش تحكموا في الكرسي وتشدوا في الكرسي وتستعطفوا الناس، باش الناس تقول لك بالماضي صديق زاتشي، لا 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 خلي زاتشي يقعد. إذا خلينا زاتشي يقعد ولا جبنا ناس اللي ما عندهمش علاقة في الكاف، صدقوني قلت عندها عام ونص، بدات الآن الثمار، بدات الثمار. الكاف ما ترحمناش، وإفريقيا ما ترحمناش، والكواليس تاع إفريقيا صعيبة، لازم نبدلوا ناس ونجيبوا ناس اللي عندهم احتكاك بالكاف، ناس اللي تعرف تخدم في الكواليس الكاف. انا كي نقول كواليس كاف مانيش نهضر على الفساد وعلى الرشوة وعلى نجيبوا ناس اللي حكام اللي معانا، لا، يعطوك حقك ما يظلموكش برك، يعطوك حقك وما يحابوكش، يعطوك حقك فقط. اليوم كارثة بأتم معنى الكلمة، كارثة بأتم معنى الكلمة، هذه نقولوا لها بالدرجة قرصان وذن. اليوم درس، حذاري حذاري وثم حذاري. قبل ما نختم، الكلام اللي راه يمشي في الان في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق يحيى، عن طريق يحيى، عن طريق يحيى من الاوائل اللي تبنيناه يكون في المنتخب الوطني، عفوا في الاتحاديه منذ زمان. لكن لماذا منذ زمان؟ اول شيء يعني ما كانش الكاف مستصغرتنا للدرجه هذه، وقبل ما يتعفن المحيط تاع الكاف، وقبل ما نكونوا ضعاف ونكونوا شفافين ما عندناش نبانوا في الكاف، كنت نتمنى على الاقل ينقذ عنتر يحيى ما يمكن انقاذه. لكن عنتر يحيى نعرفه ما عندوش علاقات في الكاف، عنتر يحيى عنده شهادات، رجل جزائري كوف، لاعب دولي سابق، ما عندنا ما نقولوا فيه، مسير ذو عقليه احترافيه، ما عندوش تبييز العنصري، ما عندوش هذه تاع نخدم للنادي تاعي، هذه ما كانش حاجه مليحه، مي حقيقه نقولوها. الان ما يصلح ني عنتر يحيى ني زيد ني عمر، الان اللي يصلح في الاتحاديه الجزائريه الشخص يكون يعرف دواليب الكاف، يعرف الكواليس تاع الكاف، عنده علاقات في الكاف. ومانيش نقول الناس اللي كانوا سابقين يرجعوا، كلامي واضح، عنده علاقات في الكاف، يعرف من اين تؤكل الكتف، يعرف من اين تؤكل الكتف. القضية تتجاوز عنتر يحيى، لازمها ناس اللي يعرفوا كواليس الكاف. كأس العالم على الأبواب، حذاري ثم حذاري ثم حذاري، نقع في نفس الخطأ ونجيبو زاتشي، ولما نجيبو زاتشي النتيجة واضحة. إذا ذهاب مكتب فيدرالي هذا أمر حتمي، لا غبار عليه، أمر حتمي. أيضا عنتر يحيى ما ساعدناش في اللحظة هذه، نتمناه إن شاء الله بعد ما يجي نجو ناس اللي عندهم علاقة في الكواليس في الكاف ويعرفوا الكاف، انه يكون ضمن كماناجير المنتخب الوطني، يستفيد منه، تستفيد منه الجزائر عن طريق هي كفاءة وطنية ونفتخر به. لكن كرئيس اتحادية صعب 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 صعب، لان المحيط الكاف متعفن، وصعب العمل بالطريقة هذه، العقلية الاحترافية تاع عن طريق هي صعب انه يعمل مع ناس كيما هذم، وصعب انك تجيب حقك في تصفيات كأس العالم. اذا الكلام واضح، يجب يكون يعني الانتخابات الجايه هذه، يجب اللي يفوز يكون عنده علاقات قويه في الكاف، والا 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 كاس العالم في اللعب، كاس العالم في اللعب. اذا كلامي واضح،
اول مره ما نتكلمش على الكوتي تكنيك، ما نتكلمش على الجانب التقني، لانه مقابله تاع اليوم درس، درس لنا باش نعرفوا بلي ما عندنا ولا قيمه في الكاف، ما عندنا ولا قيمه، رانا مجرد اصفار. الا ما تحركناش الان ونفضنا الغبر على علينا، راحين نودعوا، ممكن احتمال كبير راح نودعوا كاس العالم، رغم ان كره القدم فيها كل شيء، لكن الكاف ما ترحمكش. وشفتوا الحكم تاع جوز القمر واش دار فينا اليوم، وزامبيا واش دارت فينا اليوم، ولا حديث قياس. في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.